التجاذب. دونك النواة كتجبد الإلكترون عندها. كنا كنعرفوا أن الشحنة السالبة مع الموجبة كيوقع بيناتهم واحد التجاذب. الإلكترون أثناء دورانه حول النواة يدور بطبيعة الحال بسرعة في. السرعة كتكون عندها واحد المتجهة فيكتور، فيكتور دو فيتيس في، داكوغ. ولكن يا الشباب، إلا كان كيدور وكيخضع لواحد القوة الجاذبة، علاش ما يطيحناش في النواة؟ إبان سي تو سامبلومون بحال حائط الموت، داك الموتور اللي كتلقاه كيدور في الحيط، واحد الحيط دائري، شكون اللي ما كيخليهش يطيح؟ سي باسكو سي لا فيتيس تو سامبلومون، ديك السرعة ديالو هي اللي كتمنعو من السقوط. هل مثلا ما الذي يمنع الكرة الأرضية من السقوط في الشمس؟ هو دورانها. دونك كيف توقف على الدوران تقدر تطيح في الشمس. نفس الشيء بالنسبة للقمر، ملي كيدور على الأرض إن فوا يتوقف يقدر يطيح في الأرض، يقدر يصطدم بالأرض. دونك السرعة هي اللي كتخلي الإلكترون ما يطيحش في النواة. ألوغ بالتالي باش نمثلو هذا الشيء، لكل قوة أوكي لكل فعل ردة فعل مساوية في الشدة ومعاكسة في الاتجاه، وكما قال نيوتن. دونك هنا لا فورس داتراكسيون، إلا ضربتي واحد التينيسة مع الأرض غطلع ليك للفوق. دونك غنلقاو واحد المتجهة معاكسة، أو ما يسمى بـ FC، لا فورس سنتريفيوج، القوة النابضة. أوكي، سمعنا القوة الجابدة كتجبد الإلكترون في الاتجاه المعاكس. دونك لا فورس سنتريفيوج، لا فورس داتراكسيون أو فيكتور في. تخي بيان. ألوغ دابا غادي ندوزو لشوية ديال المات. شنو هي لا فورس داتراكسيون الشباب؟ يلا FA شحال كتساوي ليا؟ اف هي واحد التجاذب ما بين شنو وشنو، ما بين شحنة موجبة بلس او وشحنة سالبة موان او. دونك سي تو سامبلومون كندير بلس او لا شارج دو بروتون فوا لا شارج دو ليكترون ديفيزي بار دي كونستانت. وهاد لي كونستانت الا جينا نشرحوهم عاوتاني، هادو خصهم حصة بوحدهم، كما داخلينش في البروغرام ديالنا. Donc nous allons nous intéresser seulement à l'essentiel, R à la puissance 2. Wa minhu fa inna la force d'attraction égale à combien, chabab? Yalla, c'est moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Très bien. Nous avons dit la force سنتريفيوج أو القوة الجابدة أو ما يسمى بالقوة النابضة، القوة التي تجبد الإلكترون في الاتجاه المعاكس أو ما يسمى بلا فورس سنتريفيوج. شحال كتساوي ليا لا فورس سنتريفيوج؟ هي كترتبط باش الإلكترون اللي كيدور على النواة عنده واحد الكتلة ام او. دونك كنقولوا أن لا فورس سنتريفيوج كتساوي ام او، مرتبطة باش قلنا قبيلة بالسرعة. كلما ازدادت السرعة كلما ازدادت هذه القوة اللي كتجبد الإلكترون في اتجاه المعاكس، مرتبطة بشدة بالسرعة. دونك سي بور سيت ريزون كنديرو في او كاري. مرتبطة أيضا حتى بالشعاع. أوكي نسينا ما عرفناش شكون هي هذا، باردون. دونك جي اوبليي دو ديفينيغ شنو هو هذا لو ار هذا، باسكو سي تري انتيريسون. هذا لو ار سي تو سامبلومون هو الشعاع، يعني هو هذه المسافة، هذه المسافة التي تفصل الإلكترون على النواة. هذه هي فوالا ار لو غايون، لو غايون اتوميك شعاع النواة. دونك ام او فوا في او كاري حتى لا فورس سنتريفيوج كتكون مرتبطة بالشعاع. على الشعاع كنديروه لتحت وما كنديروهش للفوق، سي بان سي تو سامبلومون الى مثلا رفعنا من الى تزاد صغارت القيمه ديال الشعاع، شنو غيطرى الفورس سنتريفيوج؟ شنو غيطرى على الشباب؟ كلما صغرت قيمه الشعاع كلما شنو غيطرى؟ بيان سور الا كانت لا فيتيس ديالو كونستانت، فلا فورس سنتريفيوج الشباب شنو غيطرى لها؟ غترتفع. تري بيان. دونك غادي تزيد بحال قلتي، غادي حاول القوه ديال باش انه يبعد غتزاد، والعكس صحيح. دونك الى مشات ارتفعت لينا القيمه ديال اغ، لا فورس سنتريفيوج كتنقص. سي تري بيان. لا ميم شوز ايسي بالنسبه لا فورس داتراكسيون، هنا ردوا معايا البال. كلما ارتفعت، كلما
اقترب الالكترون ولا كلما صغر الشعاع يعني بلو لو رايون اتوميك ديمينو شنو غيطرى لا فورس داتراكسيون وي قوه الجذب شنو غيطرى لها الشباب كار ايلزون لو سيني موا ايسي دونك حتى هي غادي تنقص لينا. المهم هادو فقط استنتاجات مي سكي نو زانتيريس حنا هما هاد لي دو هادو نكون عارف شنو هي ليكسبرسيون دو اف ا وشكون هي ليكسبرسيون دو اف سي. وهنا غادي نقول لكم مبروك عليكم صافي الا ضبطتوا معايا هاد لي دو غولاسيون من خلالهم يمكن لي نديمونطري اي علاقه جديده. دونك فوالا بقى لي دابا الشباب نهضر على الالكترون عندما يدور حول النواه كيدور بواحد الطاقه تسمى الطاقه كتسمى لينيرجي توتال. والطاقه الكليه هاد لينيرجي توتال دو الالكترون شحال كتساوي؟ كتساوي ليا لينيرجي بوتونسييل بلس لينيرجي سينيتيك. تري بيان الوغ لينيرجي بوتونسييل بلس لينيرجي سينيتيك شحال هي لينيرجي بوتونسييل الشباب؟ لينيرجي بوتونسييل عندها واحد العلاقه مع لا فورس داتراكسيون هي تو سامبلومون l'intégrale d'IL, la force d'attraction par rapport à R. Donc, il agit dans des routes de l'aslia d'IL, d'IL, la force d'attraction. Donc, il agit dans des routes de l'aslia d'IL, la force d'attraction. La force d'attraction est moins E au carré sur 4pi epsilon 0 R au carré dr. شنو كنلاحظوا الشباب ان هادو هما سو سون دي تري بيان هادو سو سون دي كونستانت ثوابت. والثوابت هادو شنو غادي نديروهم؟ غادي نخرجوهم على برا ديال لانتيغرال. دونك شنو غتبقى عندي في التالي؟ تبقى عندي موان او او كاري سور 4 بي ايبسيلون 0 فوالا لانتيغرال ديال اش ديال 1 سور ار او كاري دي دو ار. Or, je connais la fonction primitive d'IL 1 sur R au carré. L'imazal ma'akash ala al-mat, 1 sur R au carré, mais il y a illa R à la puissance moins 2. Ou tala l'asliya d'IL, mesela, je connais une fonction F à la puissance R. Ou quand on dit la tala l'asliya d'IL, je peux dire il y a 1 à la R plus 1, F à la puissance R plus 1. Et donc, je vais faire la même chose ici. Donc, tala l'asliya d'IL, R à la puissance moins 2, il y a 1 à la 1. Elle a moins 2 plus 1, voilà, moins 2 ici, R à la puissance moins 2 plus 1, les ratatini tout simplement, il y a R à la puissance moins R à la puissance moins 1, donc il y a moins 1 sur R. Très bien, chabab, alors, l'énergie potentielle, pardon, on a c'est la valeur, il faut ajouter la valeur absolue, donc on a ce qu'on a dit, un signe positif. Très bien. Alors, je nous ai dit le cas là. Donc, je suis cool, comme démonstration, elle a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, pardon. Alors, l'énergie potentielle, je sais que ça, donc, c'est moins E au carré sur 4pi. Epsilon 0 R. Comme ça, quand on démontre, je nous y a l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique qu'on a appelée il y a 1 demi ME V au carré. Alors, rental comme nous juge à la catado, on va dire l'énergie totale. دونك اول مشكل كيواجهنا هو ان هاد في كاري ما بغيناهاش تبان لنا في ليكسبريسيون فينال. بغينا في ليكسبريسيون فينال نلقى واحد العلاقه اللي مرتبطه بالشعاع. دونك غادي نحاول هاد في كاري نبدلها بشي حاجه كتشبه هاد الشيء اللي هنايا. اوكي دونك باش نبدلها علاش غنعتمد؟ دونك الا عقلتوا الشباب شنو قلنا قبيله؟ ها انتما الا رجعنا لهنايا اون ديجا ديمونطري جوج ديال لي زيكسبريسيون تري انتريسون هما اف ا مع اف سي. D'accord. Donc, باش ان الالكترون يكون عندي في ليكيليبر. Donc, pour que l'électron soit en équilibre,